احلى لحظه بالنسبه لي في 2019 كانت ان انا طبعا في تقريبا شهر مارس سكنت في البيت. فكره ان انا ابني بيت من المخلفات ديت جات لي من زمان. انا طول عمري بحب الطبيعه واهلي مربيني على كده، ولما جت ثوره 25 يناير 2011 انا حبيت ان انا اعمل حاجه حلوه وان انا احقق حلم من احلامي. طبعا البيت ده يعني عشان اعمله يعني اضطريت ان انا اشوف المواد اولا، يعني بعد ما اخترت الماده اللي انا عايزها اضطريت ان انا ادور في كل المنطقه عندي. قعدت الف بالعربيه كنت بدور على اي حته بيهدوا فيها حاجه، فلما كنت اروح الاقيهم بيهدوا حاجه كنت اروح لهم بعد اذنك لو سمحت بدل ما ترمي الحاجات ديت في الصحراء تعالى ارميها عندي في الارض. الناس كانت مستغرباني وانا ببني، ما كانتش فاهمه انا رايح على فين، ما كانتش عارفه انا بعمل ايه وايه اللي بيبني بالزباله ده او بيبني بالمخلفات احنا مش فاهمينه، وما كانش شكل البيت باين فما كانش حد عارف هو رايح فين. ردود الفعل الحلوه بقى جت بعد ما خلصت البيت. طبعا طلبه كتير جدا من جامعات كتيره يعني جم عملوا مشاريع تخرج عندي، في اعلام كتير اهتم بالموضوع وجم صوروا. فكره ان احنا نلم المخلفات ونعمل بيها حاجه حلوه ديت تبقى موجوده وتبقى منتشره في مصر. بالنسبه للبيت، هو البيت الكبير ده بيت شخصي فعلا، بس في حواليه ارض انا واخدها يعني، والارض ديت ان شاء الله هعمل فيها زي حاجات كامبينج، سياحه بيئيه. النصيحه بتاعتي للناس ان الاحلام هي الحقيقه، يعني اللي احنا بنحلم بيه ده اللي المفروض نمشي وراه. الواقع هو واقع صعب، ولو حبسنا نفسنا في الواقع مش هنعرف نطلع منه، فدايما نفكر في الاحلام بتاعتنا ونحاول ان احنا نمشي وراها على قد ما نقدر.